السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بد أيها الحجاج الموفقون المباركون حفظ الله لكم على الطاعة. نحن نتكلم على ما هي الأنواع التي يلبسها المحرم في قدميه. النوع الثاني تذكير، قلنا النوع الأول البساطير هذه والخفاف اللي في حكمها هذه لا تجوز. النوع الثاني هي النعال التي تكون على قدر أسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبين والكعبين. ركزوا معي يا إخوان، النعال التي تكون على قدر أسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم، إيه معنى انكشاف ظاهر القدم؟ مثل الصنادل هذه، يعني ومثل الشباشب، ومثل الشباشب أبو أصبع هذا، يعني ظاهر القدم منكشف والأصابع ظاهرة والعقب، العقب اللي هو آخر القدم والكعبين، فهذه لا إشكال في لبسها، بل ثابت في السنة وثابت في السنة الندب للإحرام فيها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما النعل فيباح لبسها كيفما كانت ولا يجب قطع شيء منها، لأن إباحتها وردت مطلقا. وضحت هذه يا إخواني؟ وكذلك قال الجويني رحمه الله في نهاية المطلب في دراية المذهب عند الأحناف: أما النعل فملبوس المحرم، وإن كان يحتوي شراكه على ظهر القدم فلا منع فيما يسمى نعلا، الشراك اللي هو الرباط يعني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط يعني وكان له نعل مثنى شراكهما أو مثني شراكهما. وإن عارض الشسع والشراك وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي، يعني ممكن يكون أحيانا الشراك والشسع، شسع النعل يكون عريض وطويل. وفي تحفة المحتاج والمراد بالنعل يشمود تاسومة ومثلها القبقاب، وهذا لا شيء فيه. هذا هو النوع الثاني الذي أغلب المحرمين يلبسونه. إذن لابد أن يظهر ظاهر القدم وأن يظهر العقبين وأن يظهر الكعبين والأصابع، هذا لا شيء فيه، هذا جائز، بل ندبت السنة إلى لبسه. سنتكلم عن النوع الثالث ولأن فيه تفصيل، ونفرد فيه تسجيل خاص إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.